أسس هو كيروز بيكري بسنة 1968. بعرفكم أكتر على كيروز بيكري لأنه كيروز بيكري عنده ميزة غير عن الأفران الموجودة هلأ بالسوق، يلي هي أنه صرنا اليوم بال 2017 وبعدنا محافظين على الجودة والنوعية يلي بمعنى فرن مش بمعنى معمل. بالفرنجي بعدنا منلف على الإيد، يعني فينا نعطي ذات الكمية وذات النوعية اللي بتعطيها المكنة. بكيروز بيكري المواد يلي عم نستعملها هي مواد فريش، ما في عنا مواد مركبة. صحن اليومي كأنك عم تاكل بالبيت، حيلا طعمة بالبيت هيك بتستلز فيها بتكلها بتلاقيها بكيروز بيكري. سنة 2003 بلشنا بجسر الباشا فاميلي بزنس، لقينا هيدا الكونسبت يلي بيجمع سوبر ماركت وبيكري ميلانج مع بعضهم. العالم كتير حبت الكونسبت، كانت لأنه بتفوت بتلاقي كل أغراضها وبتفل، يعني ست البيت يلي مع بالها تطبخ ببيتها أو بتعمل عزيمتها أو عندها أوكازيون مثلا بيرثداي باتام مارياج، كله موجود بكيروز بيكري. حتى بالأسعار الموجودة عنا في ميزة كتير 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 مهمة. وهون نحن رجعنا أكيد كبرنا من بعد 2003 الكونسبت تبع كيروز بيكري. بكل مؤسسة على طول الواحد بحب يغير أو يعمل سيرش إنه شو في جديد بالبلد. إحنا كيروز بيكري عم يكبر، فأكيد سيستمنا كمان لازم يكبر. جينا الشانس إنه نتعرف على بيم بوس. كيف نحن فاميلي بزنس، حسيت ذات الشيء ببيم بوس، حسيت حالنا بالفاميلي أكتر من البزنس. هيدا يلي خلاني أتعامل معه. أنا بتعاطى دايما مع كل الشركات الكبار اللي نشتغل معهم، نحن مثل أوتيلات ومطاعم كبار بلبنان أغلبهم بيشتغل معنا. على زيادة عن هولي في عنا تجار اللي بيجوا بيشتروا خبز من هون وغير بضاعة. وقت حدا يطلب منا شيء بالجملة، الشيء اللي حبيته ببيم إنه مالياابل بالشغل معهم، يعني إذا عنا طلب معين عندهم القدرة إنه يزبطوه مثل ما بيتناسب معنا، لنقول برسنتج معين بدي أعطيها لحدا على كمية معينة بيقدروا يخلقوا هذا الشيء. وهي عن جد المعاملة أهم من كل شيء، وهذا اللي حبيناه ببيم بوس. نحن قبل ما بلشنا مع بيم بوس أكيد كنا مركبين سيستم وما كنا مراضيين عليه، ومشاكله ما كنا نلاقي له حلول. وقت أجت بيم بوس بلشنا نحن وياهم، كان الحل كتير سريع وكتير بسيط. قالوا لي ما تعتلي هم، نحن ب 24 ساعة منقلب السيستم ونحن معكم. ما كنت أفهم شو نحن معكم، وقمت أنا أخذت هيدا الريسك وقلت لهم أوكي. كانت المفاجأة إنه فعلا فريق بيم بوس ما تركنا خلال 3 أيام. بغض النظر عن بروجرامهم اللي كتير واسع واللي كتير ديتيلد إذا بدنا نقول، وقت اللي بيقولوا لي بيم بوس هيك أكتر شيء بيجي على راس السيرفيس تبع بيم بوس وطريقة التعامل اللي اشتغلنا سوا فيها، لأنه عملنا نقلة كانت كتير سريعة، كان في كتير كوبيراسيون بين الشركتين. نحن الأكيب العمل تبعنا ما كان بحاجة إنه يعمل إفار أبداً أبداً أبداً. إفار كان منه وحتى الموظفين، يعني أوكي عملهم تريننج، بس تريننج غير وقت يكون زبون عم بيشتري. وإجوا جامعة بيم بوس عملوا تريننج للستاف تبعنا، كانوا كتير بالهم طويل أكيد. AM شيفت PM شيفت حتى الأوفر نايت شيفت كمان نطرون وعملوا لهم تريننج، أخذوا وقتهم مع كل أكيب عمل. يعني كل حدا بيكون عنده شيء، كل حدا عنده أوفر معين، كل حدا عنده طلب معين، كل حدا بده شيء، ما بيكون كلهم مثل بعضهم بده حسب شعبية المناطق، فكل هول بيلعب دورهم. بيساعدنا هذا الشيء كثير مع بيم. كل شيء فواتير بدخل داتا انتري وبشيك الجردات، بشوف الترانسفير اللي عم بيصيروا من وير هاوس لوير هاوس. انه هي العملية كثير سهلة، انه
كله واضح انه بحط الانجريدينز تنقول ربطة الخبز الروسات مثل ما هي وقديه بتعمل وهو منه لحاله السيستم يعني بحط له قديه العدد و إذا في شيء ماينس أو مش ماينس كمان بحطه لي. وهلأ صار إله سنتين بلشنا بالتالتة راكب السيستم أنا بادو بروبلم أبداً 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 بالعكس من السيرفيس من المعاملة من الكونكشن دغري موجود معنا بالسال شي بالشوروم شي بالدليفري كمان لحالهم كان عندهم التريننج تبعهم حتى فاتوا على قلب المطابخ يعني كل شي كانوا مهتمين بكل القصص يعني حتى ككوستينج انه اذا عالي سعر الطحين عالي سعر السكر كمان كله هو منه لحاله بيعمل ابديت للكوست كتير افيكاس هاي الشغلة وكتير عم بتساعدنا وعم تهين علي شغل يعني يعني نعطيت نصيحة لكذا مؤسسة عندهم مشاكل في عندكم هيدي الشركة بيم بوس يلي بريمار شوفوها وتعاملوا معها من وقت ما تعاملت معهم اللي بيسألني كان عطول عندي ولا مرة كان عندي كوتي نيجاتيف عطول عندي اياها كوتي بوزيتيف لأنه برجع وبقول وبدلني كررها هالمعاملة يلي أنا بتأثر فيه كتير معاملة الفاميلي يلي عندهم إياها كتير حلوة وكتير أثرت بكيروز بيكري بروغرام easy to use, friendly يعني اليوم أنا وقت تلفن لبيم بوس عندي هالمشكلة بيم بوس بجاوبني بجاوبه في قصص يلي ما بده ياخد حقه ما بياخد حقه وهذا كتير بيأثر على صاحبين الشركة لأنه اليوم الماتريال ما نوكل شي بالدنيا